نروح لمعرض أهل المدارس. ومعرض أهل المدارس الحقيقة واصل استقبال المواطنين بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ويعني ليه انتشار وفي إقبال كبير جدا من السادة المواطنين علشان يشتروا المدارس، مستلزمات المدارس والشنط المدرسية لليوم التاسع على التوالي، وسط مشاركة كبرى من الشركات المنتجة الحقيقة بتوفير مستلزمات بأسعار أقل من الجملة، وكذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في توفير مستلزمات السلع الأساسية كمان زي الألبان والجبن والمربى والحلاوة وغيرها من السلع اللازمة للأطفال في المراحل المختلفة في المدارس. كان الحقيقة الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر مد معرض أهل المدارس مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر لحد يوم 28 سبتمبر الجاري، بسبب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الإقبال الكبير من جانب المواطنين على شراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بتبتدي من 25 وبتصل ل 50%، يعني نص ثمن الحاجة اللي بره تقريبا، حيث كان مقرر انتهاء المعرض في يوم 25 سبتمبر، بس تم طبعا مد المعرض ليوم 28.